هذا ومنح الرئيس السيسي وسام الجمهورية من الطبقة الأولى لرئيس محكمة النقد السابق مصطفى جمال الدين ورئيس هيئة قضايا الدولة السابق المستشار علي زكي سكر والمستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق. وأعرب السيسي عن تقديره لرؤساء الهيئات القضائية السابقين وأوضح أن تكريمهم جاء لما بذلوه من جهد وتفان في تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقهم لنصرة العدالة وتطبيق القانون، وأكد أنهم كانوا بمثابة القدوة المشرفة ومثالا يحتذى به في إعلاء المصلحة الوطنية، مشيدا بالتاريخ المشرف والعريق للقضاء المصري.